السلامة ومرحبا بيك. يعيشك بارك الله فيك. تعرفوا عليك حسن طرابلسي. مرحبا بيك مسيو حسن. مسيو حسن اخترنا باش نحكيو على تجربة تاع 55 سنة خارج تونس، تحديدا في فرنسا وإيطاليا. وقت اللي مشيت أنا لفرنسا الفيزا كانت ما فماش، وكانت ما فيهاش حكاية الهجرة هذية في الستينات والسبعينات. كانوش برشا يهاجروا، ما يهاجروش، يمشي خاطر ما فماش فيزا ويخاف، يقول لك ماشي البلاد وما نتكلمش اللغه وكل شيء، تو انا نروح فيها ومن بعد طاليا بيدها. كان الفواياج ب 30 دينار ماشي جاي في الباطو، تمشي لترابولي تاكل بيتزا وترجع في نفس البلد. هذا في الستينات. اي من بعد بالتسعينات بدات عاد طاليا تحلى، ولات فيها الفلوس، ولات فيها فهمتني تصور مليح وتنجم تخدم خدمتين. هذيك البريود اللي انا نخدم فيها غادي خليت الفرصه، خليت الفرصه، لكن عملت البيرميسو دي سنجورنو ونخدم وكل شيء غاديك. من بعد وليت الجماعه يحبوا ايطاليا، اللي هذا يحكي كان على ايطاليا. تو انا يجيني وكان جيت متحايل يعرفوني خاطر في ايطاليا، نقول واحد خمسة هات عشرة هات كذا يعطيوني نعمل لك كونتراتو. وما نقول لهم ردوا بالكم راهي المتحايلين كثرة الكونتراتو، فما واحد عمل الكونتراتو قلت له جيبه لي نقراه لك نقول لك صحيح ولا لا. قلت له اسمع، طلع بعيد عليا تقريبا 60 كيلومتر، مشينا مع بعضنا لأن نتكلم. بعد مشى وين عمل الكونتراتو، بعد بجمع عملت له تليفون قلت له اسمه نبيلو. نبيل شقولك في ايطاليا؟ كي وذني قال. بعد جمعة وسلم في الكوالا، خسر 7 ملايين وقت، سلم في كل شيء ورجع باه. قولوا في بيروجي خاطر ولدي كان يقرأ غديك. يا ولدي نعرفهم أنا من الحومة وكل شيء، باتوا تحت الحيط. أنا ما نجمش ندخل، ما نجمش نروح بيه ولا ونعرف. علاش؟ نعرف عليه أنا شو يجيبه. يعني تنجم تعاونوا ماديا لكن ما تنجمش تهزوا معك للدار. نخلص عليه كسكروت فطور كذا، أما ما نهزوش. وهما تاليا راه يسمع ما تجوعش فيها وتلبس فيها، عندهم رستورانات تاكل بيعات هذيك، تمشي تاكل كأنك في رستوران بلاش، وتمشي تاخو لبستك متطوعين يعني. ايه تاخو لبستك ويعطيوك حتى بالمنشفة بالكريمة رازية وكليك بلاش وتدوش. معناها في ايطاليا قاعدين يعاونوا في المهاجرين الغير شرعيين؟ يعاونوا، اما لبات وين؟ البيت ما ينجموش خاطر سيترو والخدمه ما فماش. انا وكان جيت كيما تونس وايطاليا في الشتاء نخليهم بلاش فيزا، يمشيو ما هو برد، يمشي غاديك يلقى البرد وكل شيء يرجع. اما اللي يحرق في الصيف يرقد في الجنينه، تلقاه راقدين في الجنينه، يمشي ياكل بلاش ويلبس بلاش. لكن الى متى؟ هذيك المشكله. وزيد فما كانت بكري الناس ولد حوبة يلقاو بعضهم يولي يغبروا فهمتني ويعلموه ويتعلم اللغة ويولي يصور في 100 و200 في النهار وثلاثة، لكن بعد رسيله في الحبس ما ربح شيء. قلت لي في التسعينات يعني إيطاليا كانت مصدر معناها فلوس، نجم تعمل فيها فلوس، نجم تخدم. وتوا لا، توا شوف أنا هاني بوراقي كل شيء، وكان نهز واحد معايا ونقعدوا 6 أشهر نلوجوا على خدمة ما نلقاوهاش. باش نكريو ما يكريوناش. كل شيء له بقعة، تو كيفي أنا إذا بعت بالبقعة اللي عشت فيها يعرفوني طلاين غاديك، ما ناكلش خبز. خاطر هما يعرفوني وعندهم إكسبيريونس معايا وكل شيء، يعاونوني تو فهمتني، يا خدمة يا كذا. أما اللي يمشي يحرق غديك حتى ولو عنده ابن عمه ولا أخوه ولا كذا، يخوك تمشي له على غفلة ينكر فيك. أما هاكا اللي عنده شكور غديك على الأقل ياكل، وفي الأول يلقى فرش ويلقى ولي، وبعد ترسيله في الشارع. واللي يخدموا في الفلاح طماطم وقت البيعات تيباتوا في الحرض، يخدم غديك ويعملوا حاجة كالبلاستيك ويباتوا تحت ويقوم الصباح يخدم. هو يخدم ما ينجمش يكري داره، ما يكريولوش. وزيد ما يكريولوش هو، لأنه ثانيا هو يحبك هكا يباتوا. يا ولدي أنا تعرفوا دي باتوا هكا الحلاقم الكبار، فما بلاصة
في امبولي هاو كان يسمعوا فيه راهو يعرفوه جماعه امبولي وكان سيفاك الحلاقم الكبار. مره مشيت لواحد من الزهروني وصلت لي عليه وعنده مشاكل مع ولدي خاطر يقرا غاديك في بيروت. سالت عليه ومشيت باش نقولوا راه ولدي انا تفهمني كل شيء. يا ولدي نلقاه فاك الحلاق ساكنين ذميك جريري وزور وكله يباتوا غادي. معناها وضعيتهم صعيبه برشا. لا صعيبه برشا، انا ما ننصحش. هو شنو كي تنصحه ما يسمعش كلامك راه. يمشي يلزم يمشي غادي يجرب. خاطر منهم ينجح. لا. يقول لك بالك انا زاد ننجح. اي لا يشوفوا فينا احنا. للاسف لكن كل واحد وزهره. تعرف انا في العمر هذايا روحت بوبيل تيغرا سبور. كي راوني بوبيل تيغر يقول لك هو في العمر هذايا جاب روحه كل شيء وبرشا قالوا راهو يغبر. وانا غاديك نخدم بالحلال. بعد 55 سنه هجره سي نورمال باش تعمل برشا فلوس. روحت السياره الشعبيه، وبعد روحت ميتسوبيشي هذيك الكتفوكات العاليه الكبيره. بخلاف عملت دار وشريت خاطر نخدم على روحي. ماني في فرنسا 12 سنه ما صورت منها حتى شيء. عمري 19 و20 و21 يبا شيخ وصباح هز شيخ نسكن وحدي استديو شاك سامدي سوار في الديسكوتيك جو سوي جون جو فريكونت لي جون هاكا نصرف على روحي خاطر علاش اذا ما تلبسش مليح وما تسكنش وحدك بالكدا شيء ما يدوروش بيك راهو غادي ماهمش هكا كيما يحكيو برشا لازم توصل صوره حلوه خاطر علاش باش الفريكونتاسيون ما تكون الا مقبول كي تكون مقبول اللي ودي تقدرك اللي عندها خطيبه واللي عندها صاحبتها وكل شيء اذا فما حاجه تقول لك جو سوي جو جو سوي امورز دو توا جو اوفي دو توا جو في اتخ افيك توا تقولها لك اما باش تبدا في الشارع سيدي في ايطاليا الكرهب اللي تمشي كرهبه وتتبع طفله وكل شيء يشوفوك تلاي يكلموا البوليسيه يجيو يشدوك تضرب ست اشهر. باش تنصح الشباب التونسي؟ والله يا شباب القناعه ما يحقرش الخدمه لهنا ما يضرش الفوق يبدا بالشويه سيدي تعاون باش نعطيك ان اكزومبل يعمل مرويته ويبيع الكلافز المعدنوس في البدايه ويستحفظ على روحه ويلم فلوس بعد تولي عنده ربما كروس بالشوي اللي يعمل اللي يعمل 404 ولا كل شو اسمه هذيك لي سيجي وبعد كي يعمل لي سيجي تكمل وهذا يخدموا له تراب يتغرم يولي ما عادش يلوج على الخارج تو انا عندي ولدي الصغير قال لي ما نمشيش غادي بورتو عاش غاديك بنتي استاذه تاع طليان هنا في تونس في الحمامات قري الجماعيه قالت لي ما قريش في ايطاليا علاش خاطر شافوا ايطاليا كل شيء كل ومرض الغربه انت خلينا بالميزيريا كل شيء والله لو كان ظل يتصور في الفلوس وشيخ وناسب عندك راسك ديما يخمم في بلادك ماهيش باهيه الغربه ليه ماهيش باهيه مرض الغربه ما يعرفوش يقول لك والله نمشي هنا لا عاد نرجعها ليه مسيو كان يبدا عبد واعي حتى لو كان ما جربش تغرب يعرف لي الغربه عمرها ما كانت باهيه والله تلاقي يقول لك لا تيرا كياما الارض بتاعك تعيط لك يمشيوا ويسافروا لامريكا وكل شيء ويقول لك لا تيرا تيكياما معناها تعيط لك وحدها سدينا وقتها تونس يا ولدي ساعه ساعه نقول لهم كون جيت في حتى تاع كار تطلع لي نعمل لك نقص في الكار ونقول له تونس اما جات بط وعمل ريزرفاسيون ولا طياره ولا كذا انا ما نرتاح راسي يظلي سبابا نقول لهم شنو هو مال دو مير ظلي عندك المال دو مير غاديك مال جري بالقريب تعود واللي تحب عليه كل موجود عندك وتخدم وتصور وكل شيء وبالقريب لورو تويك احنا خدمنا بكري وقت الليل لورو مش مسألة فلوس يعطيك الصحة نفسانيا بنرتاح كذا اللي جاي في البطو ويوصل يشوف الضوء بتاع تونس ياك الشيخ هذيك التوا تفكر والعكس متاحة وانت خارج من تونس وانا خارج من تونس على اعصابك هكا متوتر اللي ماشي وعارف شو يستنى فيا غاديك باش نرجع للروتين هي بيد جاب ربي انا عندي ديزامي كي نمشي غاديك نتفرج معاه خاطر البقعه هذه في قعدت فيها 20 سنه كل نعرفهم غاديك
فهمتني؟ وتخمم يجي نهار وترجع لتونس تستقر والا لا؟ لا تو هاني مستقر عاد تو، تعرف قداش عمري انا؟ 64 74 سنة اللي قدامك، أما كي نحب نسرق لك عشان. ما رجعتش لتونس مسيو؟ ها؟ رجعت تعيش في تونس؟ لا هنا في تونس، أنا قاعد باش نسكن مقابل البحر، باش نشري استديو ولا أرض بعد البحر، شريت بيدالو بنزرت أنا باش نمشي نجيبه، الرجل فيه غنيكة، أنا ولاد ولادي نصطادوا الحوت، نلعبوا في الماء، كل شيء، هذيك هي سي لافي. عمري هذايا بتاع ماشي للثمانين. تمشي وتجي على إيطاليا ولا لا؟ لا كل شيء ماشي لفرنسا على خاطر الريتريت مش نحكي معاهم غديك. أما شنو؟ نستحشها إيطاليا، كي نحب نمشي نعمل طلة على خاطرك لي زامي. في بالك أنا البلاصة الوحيدة اللي نحب نمشي لها وبنيتي ميتس اللي عشت فيها في فرنسا 19 20 كليك نمشي لها ونعمل دورة غديك ونشوف لي زامي. أما لي زامي بتاعك سواء ولاد ولا بنات كانوا عمارهم 20 وتوا في السبعينات وفي الستينات. عشرة اللي لقاها مع العكاز. ما يسالش كي قابلهم هذيك أمنيتي الوحيدة. يعطيك الصحة مسيو. شكرا. والله.